والسؤال المطروح اليوم من قبل العديد من الملاحظين والمتتبعين السياسيين: لماذا تم قبول عضوية إثيوبيا ورفض عضوية الجزائر؟ حتى إذا ما رجعنا إلى مستوى الناتج الداخلي الخام، فالجزائر لها 127 مليار دولار برسم سنة 2022، بينما في إثيوبيا 126 مليار، يعني أقل من مليار دولار تقريبا. لكن الاقتصاد الإثيوبي هو اقتصاد متنوع، يعتمد على الصناعة وعلى الحراك التجاري، وهو اقتصاد متنوع وله إيقاع سريع في التطور في السنوات القليلة القادمة، بينما الاقتصاد الجزائري اقتصاد يعتمد بدرجة أساس على الطاقة، هو تصدير الطاقة. ليس هناك اقتصاد متنوع على الإطلاق. 98% من الناتج الخام الجزائري يعود إلى منتوج الطاقة من الغاز والبترول إلى آخره، يتم تصديره، يعني لا وجود لصناعات بالمعنى الاقتصادي للكلمة. إذن هناك معايير أساسية تم الاحتكام إليها من خلال مجموعة بريكس، أولها مستوى الظهور الإقليمي، مستوى الموقف على الساحة الدولية، ثم مستوى وحجم المساهمة في النشاط الاقتصادي العالمي، ثم أيضا ما يسميه قادة البريكس بهيبة الدولة. فهذه المكونات الثلاث بالنسبة للجارة الشرقية ضعيفة وضعيفة جدا. لذلك قد تنضم الجزائر بعد 5 سنوات أو 6، بعد أن تضاعف حجم مجهودها وأن تعتمد بشكل خاص على الاقتصاد المنتج، وأن تبتعد عن سياسة الريع اليوم، وأن تعمل على الانفتاح على جيرانها بدرجة أساس، المغرب الذي يعيش على صفيح ساخن في علاقة بموضوع الصحراء المغربية. فالجزائر دائما تعاكس المغرب وتحاول أن تقوم بفصل صحرائه عن وطنها الأم، وهي بذلك أرسلت في طائرة رئاسية زعيم الانفصال إلى البريكس، وكانت خيبة أمل كبيرة، وكانت صدمة وفاجعة اليوم. وإعلام الجزائر يحاول البحث عن مخرج مهذب ولطيف لهذه الصدمة السياسية القوية، والجزائر على بعد شهور قليلة من الانتخابات الرئاسية، والتي سبق للرئيس الجزائري أن أعلن أن هذه السنة ستكون سنة متوجة بدخول الجزائر إلى البريكس، هذا التجمع الاقتصادي العالمي الذي يحاول أن يحد من هيمنة الدولار وأن يكون عرقلة في وجه الهيمنة الغربية وسلطة الغرب وأمريكا على وجه التحديد.